قمنا اليوم بالزيارة إلى محطة مريش حتى جاءت الأخ من العمل الكبير أستاذ أنور سالم حسان وتوجيهات الأخ من جهة الأعمال الأخ سلطان ناجي وإن شاء الله يتم تدشين من حضرة ابن من محطة مريش بإذن الله. طمن الماضيين بأن الغاز متوفر إن شاء الله يعني شهر رمضاننا بدون أزمة هتصبح بإذن الله. اليوم بزيارة محطة مريش وحسب توجيهات الأخ مدير العام التنفيذي والأخ مدير العام الأعمال وإن شاء الله يتم تزويد الحفرة عبر محطة مريش نائب مدير دائرة الصافي لجهة العمليات علي صالح المعلي. Yeah.